توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن النساء اللواتي يعانين من نوبة قلبية يجب أن يتفحصهن طبيب جراح امرأة، لأنه ربما ينقذ حياتهن بسبب تفكير النساء الذي يميل دائما إلى التدقيق. ديلي ميل البريطانية، فإنه وفقا لمراجعة ما يقرب من 582 ألف حالة إصابة بالنوبات القلبية على مدى 19 عاما في ولاية فلوريدا الأمريكية، فقد تأكدت نظرية مفادها أن الجراحين الإناث يقدمن عوائد أفضل للمرضى من جنسهن.